اعلام الاتحاد معروف ها ويعرف مواقفه معروف بدعمه لهذا النادي وتغطيته سواء اتفقوا او اختلفوا عليه نحترم كل الاراء وانت عارف كل الاتحاد دائما تقاطعاته كثيره يتفقون ويختلفون كثير عمره ما كان في اتفاق كامل ولا اختلاف كامل وانا احييك على موقفك وصوتك وصوتك هو يمثلني انا صوتي صوت كل اعلامي يحترم مهنته انت تبنيت الحين انه تاخذ موقف قانوني ضد العضو الشرف هزي بنان اذا كل اعلامي يحترم نفسه وراى ان هذه اهانه توجهت له اللي لا يراها اهانه له لا يتقدم بس اللي كان موجود في الصاله ها وبيتضامن معنا من خارج الصاله اهلا وسهلا لكن اللي في الصاله ويرى انه هذه الكلمه اللي وجهت له ان احنا اعلام ماجور ها يتضم معنا واحنا هنقدم شكوى جماعيه وانا صوتي قلت يمثل صوت حتى النجار الاخ حتى النجار اللي يتكلم بصوت انا بحرقه والله انا ما سمعته في البدايه لكن لما شفته من فعل عرفت ايش القصه لان انا لقيت سؤال ومشيت.